عقد الحوار الوطني جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي لمناقشة مشروع القانون المحال إليه في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناء على توجيه من الرئيس الجمهورية. وفي لقاء مع تلفزيون مصري، طلب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أشرف حاتم بإضافة عدد من المهام للمجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب لتنظيم الحصول على شهادة جامعية. الشخص اللي بياخد شهادة جامعية من الخارج سواء بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه لازم لما بيجي مصر في القانون اللي هو معمول سنة 72 اللي هو قانون 49 بيقول إن هو لازم يعادلها في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية. كلمة معادلة دي ما تنفعش دلوقتي إن أنا أكون واحد خريج جامعة من الجامعات الكبرى المية مثلا على مستوى العالم، جامعة هارفارد أو جامعة أوكسفورد أو جامعة كامبريدج، وأجي أعادلها بجامعة أقل. ما فيش حاجة اسمها معادلة دلوقتي، في حاجة اسمها اعتراف. فعشان كده مهم جدا إن احنا يكون عندنا جهاز زي أي حتة في العالم دلوقتي، في حاجة اسمها ريجوليتور، الجهاز القومي لتنظيم للتعليم العالي. المنظم ده لو الجهاز القومي لتنظيم التعليم العالي هو من يمنح نمرة واحد الاعتراف بالشهادات، لكن كمان هو ده الجهاز اللي هو بيمنح كمان الرخصة للكيانات، سواء الكيان ده كان جهة حكومية جامعة حكومية أو جامعة أهلية أو جامعة خاصة أو معهد أو أكاديمية. أي حد هيدي مؤسسة تعليمية هتروح لهذا الجهاز تاخد منه الرخصة لأنها تشتغل.